يا هالة، احنا عايزين نعرف حالة المرور كده. بصي، هو المرور في شوارع كتيرة جدا فاضية، يعني عندك مثلا طريق العروبة فاضي، الاوتوستراد فاضي، الكورنيش بقى عليه زحمة، يعني في شوية أماكن فيها سيولة وفي شوية أماكن فيها طيب شوية عشان زحمة. اللي نزل شغله يبقى متفائل. وجولتنا كمان هتشمل القاهرة والجيزة والإسماعيلية وأسيوط. خليكم معانا دلوقتي، هنستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. بس كالعادة بنبدأ جولتنا المرورية من القاهرة، تحديدا شارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة مكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات نسبية. إنما لو رحنا عند كوبري الجلاء هنلاقي السيولة المرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية بس بتبدأ تختفي كده واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. نفق الأزهر بيشهد انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصولاً لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، هيلاقي إن في سيولة مرورية كبيرة، بس بتظهر بعض الكثافات على الكورنيش من المعادي لغاية مناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغاية القصر العيني. كمان بعض الكثافات في محور النصر لغاية المنصة وشارع عباس العقاد والطيران، وطبعا أماكن غلق الإشارات بالميادين ومنها ميدان التحرير وروكسي وميدان هشام بركات. تعالوا نروح كده مع بعض الجيزة، هنلاقي إن شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، بس بدأت تظهر كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين لحد الطلبية، كمان للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، إنما المتجه لأكتوبر هيلاقي إن في سيولة مرورية. هنروح شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة، هنلاقي إن في كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي. كمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، يفضل بقى إنك تتوجه لمحور عرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت بعض الكثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وبيشهد محور عرابي كثافات أيضا متوسطة للمتجه للأقاليم وصولا للمهندسين، أيضا بعض الكثافات في محيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. نروح مع بعض كده محافظة أسيوط، هنلاقي إن قدام مستشفى الجامعة في سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هناك هنلاقي إن في كثافات مرورية بتبدأ تظهر مكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وأخذنا طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، ولكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة متوقع توصل 37، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 34، وكمان في فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة هتكون رعدية أحيانا، قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان، للعظمى فيها توصل ل 43 درجة. طبعا تفاصيل الطقس كلها معانا بس بعد شوية.